أشكركم على العناية في جلسة اليوم. رفع دفاع المتهم الخامس وهو سهر المتهم الرئيسي، حيث تمت مناقشة عدم مسؤوليته عما نسب إليه، كما تمت مرافعة المتهم المساهم أمين رياض الذي تطوع للباس ثوب السائق، والتمس دفاع المتهم الرئيسي منحه أجلا للمرافعة لكونه في ظروف صحية لا تسمح له بذلك، كما التمست محامية المتهم الثالث أعتقد المسمى زويتا كذلك أجلا وأمهل للأسبوع المقبل في نفس اليوم على الساعة الواحدة إن شاء الله. نلتقي في الأسبوع المقبل. على البراءة يعني لا لا أعقب، لأن التعقيب سيكون خلال الجلسة المقبلة، وذلك حفظا لسرية كلمتي في الأسبوع المقبل أحتفظ بها وستسمعونها، ومن لم يسمعها سأتناولها في الأسبوع المقبل إن شاء الله. لا سأناقش كل ما أثير من كوني سبب الوفاة غير معلوم، من كوني الدهس لا يؤدي إلى الوفاة، من كوني الوفاة سببها تقصير المستشفى، من كوني الطبيب الشرعي لا يفقه في عمله. هذه ترهات وخرافات سأجيب عنها إن شاء الله في الأسبوع المقبل. شكرا.